وسطى ببلادنا للسيدات والسادة والمحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة وتوضح وضع السؤال. تفضل سيدنا المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة النواب المحترمين، السؤال ديالنا يتعلق بوضعية الطبقة الوسطى ببلادنا. تعرف جيدا السيد الوزير الأهمية ديال هذه الطبقة، وكذلك ما تشكله من فئة عريضة من المجتمع المغربي. بغينا نسألك اليوم على الحصيلة ديال الحكومة وهي في ولايتها الأخيرة، الحصيلة والعناوين الكبرى ديال هذه الحصيلة باش نطمئنوا هذه الطبقة. شكرا. شكرا. جواب السيد الوزير. السادة والسيدات النواب المحترمين، جاوبت أربعة المرات هذا المجلس على موضوع ديال الطبقة الوسطى. المشكل الأساسي في الموضوع ديال الطبقة الوسطى هو أولا خصنا نحددوا المعالم ديالها، نحددوا شحال هي. كاين معطيات اللي حددها المندوبية السامية مبنية على الدخل فوق 6000 درهم، ها واحد. ولكن حتى المندوبية كتراجع في هذا الشيء. من بعد ما بدات الفكرة ديال الدعم المباشر، قررنا وهذا وزعته عليكم ودرنا عرض في اللجنة المالية، درنا دراسة دولية، ها هي غنسلمها لك السيد النائب عن طريق الرئاسة إلى سمحت. مرحبا. اللي كان حددو ما هي الطبقة المتوسطة والطابع ديالها، وهاد الدراسة عليها إن شاء الله غتبنى السياسة العمومية. أول مرة عندنا دراسة متكاملة وصايبنا على المستوى الدولي مع اليونيسيف والبرنامج ديال الأمم المتحدة. ولذلك هذا الموضوع ماشي بسهولة بما كنتكلموا فيه. توقع ديال هذه الدراسة هي الطبقة المتوسطة كتمثل 37% من الحجم ديال الأسر. هذا اللي يمكن لي نقول لك. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. سيد الوزير، السؤال لم يكن يتعلق بالمعايير ديال تحديد الطبقة المتوسطة. حنا كنعرفوا بأنه السياسات العمومية ديال مختلف الدول، وهكا خصها تتكون في بلادنا، هي سياسة عمومية مرتبطة بتوسيع هذه الطبقة. كنعرفوا الدور ديالها الكبير في الاقتصاد الوطني، كنعرفوا الدور ديالها الكبير في الاستقرار، كنعرفوا الدور ديالها الكبير في تحريك العجلة الاقتصادية. راه أكبر طبقة اللي كتستهلك هي الطبقة المتوسطة. كنا كنستناو الحصيلة العناوين الكبرى. أنا عارف بأنه دقيقة ونص ولا جوج دقائق ما ممكنش تقدم، ولكن بالعاني قلت لك العناوين الكبرى اللي ممكن تطمئن هذه الطبقة اللي الآن كتبع الحصيلة الحكومية. حنا كنعرفوا بأنه اليوم كيتزامن هذه الجلسة مع إضراب عام ديال النقابات. كنعرفوا الدور ديال النقابات وديال الموظفين في القطاع العمومي، لأن الفئة كبيرة منهم كتنتمي للطبقة الوسطى. إذن هذا التجميد ديال الأسعار والارتفاع ديالهم، كذلك تجميد ديال الدخل ديال هذه الطبقة، شنو هي الدور وشنو هي العناوين اللي ممكن تطمئنهم؟ واش غادي نزيدوا في التفقير ديال هذه الطبقة الوسطى؟ فين بغينا نوصلوا؟ إغناء الغني ولا قهر ديال هذه الطبقة؟ شكرا سيدنا المحترم. هل من تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير. أنا مستعد نناقش فلسفيا الطبقة المتوسطة وهي اللي في الدينامية، وهذا الشيء كله راه في الدراسة ديالنا، وعندك واحد الواقع في الدراسة راه سلموها لك دابا ديال الطبقة الوسطى، وراه ما كنتكلموا على الطبقة الوسطى ما عندها علاقة بالإضراب وبالموظفين. راه الطبقة الوسطى 37% اللي وصلنا للخلاصة ديال الأسر المغربية. شكرا سيد الوزير المحترم.